نعرف نعرفها وموجوده في البحر وكنت ده بحار اكثر مني من بجد بحار ونعرف وخدمت بحار برشا مرات وديما نلف البحر واليوم هذا نمشي على البحر. حبيت نعطيكم نتائج ملموسه يعني من حكايه البوليسون هذا التلوث نتاع البحر. حتى سيدي عبد السلام هذاك اللي نحكيو عليه فهمت قبل كان معناها الارض معناها كيستان تعرف تعرف ما تغربش معناها استان القبروس كي يتعلم تو نختاروا فيه هنا يلزم ولا فكر وليداتنا صغار يقعدوا على شحشاح صغير حتى لما ينجم شوف على ساقيه يقعدوا فهمت لو موت وصلوا على شحشاح فهمت هذا سنتين والله قديمه يعني ما قبل قبل الحكومه هذا نحكي عنه بصراحه قبل الحكومه فما حاجه اخرى فهمت احنا ساعات كي نتعداو على محمد نشموا ريحه شنو هي الريحه هذيك خلينا من العلم والعلماء والتوريك والعشور وما تعرف نعرف وين شنو هي الريحه هذيك الريحه هذيك يا سيدي كي تلقى بابوش مبتاع تعرفوه كيفاش يسمي تحت عشيش هذاك تقطع عليه الاكسجين يطف يموت ويطف قلت له يطف يموت قلت له يموت يطلع فوق الميل يكون لك الريحه هذيك احنا نقولوا شنو هي الريحه هذيك يخمش 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 ويطف فوق الميل شكون طلع فما؟ شكون القبروس؟ وساع ساعات تشد القبروس هذايا توا تشد القبروس تنزل على الظهر تلقاه قرطو. يعني ما تاكلش حتى الماكله ما تاكلش. تلقى قبروس انت ما زلت تلقى قبروس؟ تلقى لا موجود. يعني والله ما نعرفش موجود. خاطر القبروس سامحني خاطر القبروس يقاوم شويه التلوث. يقاوم لك. سامحني. معلومه علميه. هي ان القبروس راهو كيما تحمشي بدل ثوبه حتى هو يبدل الكرباس بتاعه. باهي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي وصلوا الصبار سيدي يا طفطه وعينها حاجه اخرى يقول لك ما منه اذا نصطادوا به ما لا من تحتيه كون تحت يعني البحر صح كل عام كل عام حل تو حل السلطات المحليه الكل بارك الله فيك.